the photography techniques. Photographers here, you probably and practice in a new era of. Sure. And other detail, activity, and also no perspective to express the please in the comments like I would like to turn off the more than 54. Imagine if هو حدث كيتنظم في ميدل ايست اند افريكا اول مره يتنظم هنا في المغرب لي لاكتيفاسيون غتبدا من المغرب غناخذوا دي فوتو من لا ريجيون ديال لو نور برينسيبالمون شفشاون اي طنجي من بعد غيتلونسا لاكتيفاسيون الناس اللي غيشاركوا ياخذوا احسن صوره في اربعه لي كاتيجوري اللي هما لاندسكيب بورتري كولور اي فواياج احسن صوره غادي تاخذ واحد لو بري اللي هو ما يقارب 25 مليون سنتيم واخر اصدار من هواتف اوبو فايند اكس 7 واخر ساعه ذكيه ولي زيكوتور سون فيل دونك هذا بصفه عامه الحدث كيفاش غيكون في المغرب اختار المغرب تختار حيت شافوا الكونتوني اللي كان بارطاجيو لوكالمون وزيتي سوربري من لا كاليتي ديال لو كونتوني دونك ils ont choisi de d'organiser l'événement هنا في المغرب وباش تكون واجهه للعالم كامل ان شاء الله هذا ليفينمون هو موجه لعامه مستخدمين اوبو يقدروا ياخذوا صوره بالهاتف ديالهم رينو ولا لا سيغي ا ويشاركوا بها في هذه الكاتيجوري اللي قلت لك بورتري بيزاج كولور اي فواياج احسن صوره اللي تكون في الكاليتي ديالها زوينه وتكون كتوصل واحد الرساله هذيك هي اللي تقدر تكون فائزه جهه الشمال هو كان بنظر لا ديفيرسيتي ديال لو نور تقدر تشوف شفشاون مثلا الالوان اللي كاينين في شفشاون في طنجه كاين الجبال كاين الشاطئ كاين دونك كاين واحد التنوع كبير في الشمال هذاك الشيء علاش كان اختيار ديال هذه المنطقه